النمسا توقع أكبر عقدا للغاز مع النرويج بعد روسيا. فيديو مسرب للمستشار يشعل الجدل حول طعام الأطفال الرخيص. وفد برلماني من النمسا في كييف للتأكيد على الدعم المستمر. انخفاض أعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية. تراجع كبير في سوق الشقق خلال النصف الأول من عام 2023. وسوبر ماركت ليدل تلغي الضريبة عن 100 منتج أساسية. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كارن ياهاما خلال زيارته للنرويج أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة أزمة المناخ وتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. ودعا أيضاً لرفع حظر تكنولوجيا التخزين في النمسا، مشدداً على دور النرويج كشريك مهم في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتجنب الابتزاز. ورحب بعقد التوريد بين شركة OMV وإيكينور، وأشار إلى دور النرويج كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وتستمر OMV في شراء معظم احتياجات الغاز الشتوية من روسيا بنسب لا تقل عن 65%. أثار مقطع فيديو مسرب للمستشار النمساوي أثناء تعبيره عن موقفه بشأن التضخم العالي جدلاً واسعاً. واقترح المستشار زيادة العمل بدوام جزئي للنساء اللواتي لديهن مسؤوليات رعاية، كما أشار إلى أن الأهالي يستطيعون توفير وجبة همبرجر من ماكدونالدز للأطفال بسعر 1.4 يورو، على الرغم من أنها ليست صحية، مما أثار استياء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للسخرية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبرر نهم ذلك في مقطع نشره بأنه حريص على مكافحة فقر الأطفال لأن النمسا من أغنى دول العالم. أكد رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا تضامنه مع الشعب الأوكراني خلال زيارة وفد برلماني نمساوي لكييف. والتقى سوبوتكا بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وأكد دعم النمسا لأوكرانيا في ظل الحرب الروسية، مشيرا إلى أن الحرب قد تستمر لفترة طويلة ولكن النمسا ملتزمة بتقديم الدعم دون توقف. وأضاف: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أننا لا نبذل جهدا، في النهاية تنتصر الحرية دائما. وأشار إلى فتح الطريق لأوكرانيا نحو أوروبا مع التقدم في تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي. انخفض عدد مستلمي الحد الأدنى للمعاشات والمعونة الاجتماعية في النمسا خلال عام 2022 بأكثر من 9000 شخص ليصل المتوسط إلى 190,000 شخص. واستناداً إلى إحصائيات أوستريا ستاتستيكا، تراجع العدد بشكل كبير مقارنة بعام 2017 بحوالي 50,000 شخص، وتقع النسبة الأعلى من المستلمين في فيينا حيث يبلغ عددهم 134,000 شخص. وعلى الرغم من الانخفاض، ارتفعت النفقات إلى 972.2 مليون يورو، وتصل المعونة الشهرية وسطياً إلى 741 يورو للشخص. تراجع سوق الشقق السكنية في النمسا بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بيعت حوالي 75% من الشقق مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع تراجع كبير في قيمة المعاملات بنسبة 25.8%، ويعزى هذا التراجع إلى تغيرات في سوق العقارات وزيادة الفائدة والقلق الاقتصادي. وأشار المدير التنفيذي لريماكس أوستريا إلى ضرورة تعديل القواعد لمنح الائتمان لتسهيل امتلاك المنازل. أعلنت سلسلة محال السوبر ماركت ليدل في النمسا عن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على 100 منتج أساسي اعتبارا من اليوم. ووصفت الشركة ذلك بالهجوم الجريء على التضخم المرتفع، وهذا الإجراء يأتي كجزء من حملة تستهدف الحكومة مباشرة لتخفيض تكلفة المواد الغذائية للمواطنين.
ويشمل هذا القرار تخفيضات تصل إلى 20% على المنتجات، والشركة ملتزمة بتحمل تكلفة هذا القرار التي تصل إلى الملايين من اليوروهات لمواجهة التضخم. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.